شو بتقول الأفلاك لمواليد الجوزاء بشهر كانون الأول من 2021 ديسمبر آخر شهر من السنة؟ رح تنهي السنة على نغمة هادية جدا بالإجمال، ولو أنه النص الأول بيحمل لك بعض الإرباكات أو التحذيرات الفلكية من غلط ارتكبته أو يمكن ترتكبه أو سهو أو فوضى يمكن تحيط فيك وإغفال لبعض التفاصيل الأساسية والشعور بعدم السيطرة على الأوضاع. الكسوف الحاصل بتاريخ 4 بعكسك موجود بمربع مع برجك لأنه بالقوس ومتزامن مع قمر جديد، يمكن ينذر ببعض الإشكالات ويخربط بعض التعديلات، انتبه. بس كمان بشير للقائك بأشخاص مميزين ولتجربة بتخوضها على الصعيد الشخصي. بتألف هالكسوف مع ميركور في القوس وهالشي لتاريخ 13، ما يعني بعض الأزمات العائلية يلي يمكن تطرأ أو مشكلة مع أحد المقربين أو وضع لأحد المقربين بيشكل لك شوية قلق وإرباك. يمكن تضطر لتصحيح بعض الأخطاء أو إصلاح أمور كانت يمكن مخربطة وتواجهك بشي جديد بيطلب مصاريف إضافية. كمان بتعالج مسألة مالية أو خطة استثمارية مع الشريك. المشهد الفلكي يمكن يقول أنه بعض مواليد الجوزاء بيجذبوا مستثمرين لمشروع خططوا لإله أو درسوه لفترة طويلة بها السنة. إذا كان برج القوس استقبل ميركور لتاريخ 13 فاعتباراً من 14 يمكن يحمل معه كوكب مارس أو يدخله كوكب مارس، ما يشير إلى بعض التغيير والانتقال كمان إلى جديد والعمل لإيجاد أرضية صالحة لاستقبال بعض الأصدقاء ولإغلاق الباب على آخرين. بيسود جو من الهدوء مناخك العاطفي، تتوصل لمصالحة بعد فترة من الخصام مع بعض الأحباء، يمكن توضع شروط لاستمرار علاقة أيضا، ويمكن تلاقي الشيء اللي عم تبحث عنه إذا كنت وحيد، وهالشي بالنصف الثاني، وبتروح برحلة جيدة أو بتتواصل مع الحبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما. أسبوع الثاني بيحمل لقاء مهم للعازبين بشكل منعطف أساسي نحو حياة جديدة للكتار من مواليد الجوزاء.